أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أننا في زمان قل فيه العلماء وكثر فيه الدخل على العلم، كثر فيه المتعالمون، كثر فيه من يتسابقون إلى الفتوى من غير خوف من الله سبحانه وتعالى، كثر المتساهلون في دينهم. فعلينا أن نمسك بديننا ولا نضعه في مواضع الخطر، أن نتمسك به ولا نضعه في مواضع الخطر. لا نقول هذا في ذمة فلان وهذا في ذمة، هو في ذمتك أنت، ما هو في ذمة فلان. نعم فلان يأثم إذا أفتى بغير علم يأثم، ولكن أنت المسؤول الأول عن نفسك. فاتقوا الله عباد الله في هذا الأمر الخطير لدينكم ودنياكم. يقولون صلاة الجماعة فيها خلاف، صلوا في بيوتكم، هل هذا يبرئ ذمتك؟ صلاة الجماعة وإن كان فيها خلاف فالعبرة بالدليل، والدليل مع من يرى وجوب صلاة الجماعة في المساجد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها، فإنهن من سنن الهدى. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. يا أخي كيف تترك سنة نبيك وتأخذ بقول فلان، تترك قول الرسول وتأخذ بقول فلان، تقول المسألة فيها خلاف. ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم وغيره.